السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما وأقول ربما أن هذا الكلام راح يزعج الكثير من الناس، لكن يا جماعة نحن في شهر رمضان، شهر كريم، شهر فضيل، شهر تتنزل فيه الرحمات، شهر ندعو الله أن يكون بدايته أوله وبدايته رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللي يصير في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للشهر الفضيل بأي سنة، مو على أساس أنك تحصل مشاهدات أو ترفع عدد اللايكات أنك تخالف شرع الله، مو على أساس أنك تضرب ترند تحاول تحط بعض الصور الجاذبة واللي بين قوسين يعني عارية على أساس تحصل مشاهدات أكثر وترضي المعلنين، مو على أساس أنك تحصل عدد أكبر من اللايكات وعدد أكبر من المشتركين في قنواتك في اليوتيوب، في سناب شات، في إنستغرام، في الفيسبوك، أنك تضيع على البقية صيامهم. تقول حرية شخصية، أنا معاك أن الحرية الشخصية مقدسة، لكن الحرية الشخصية تقف أمام حريات الآخرين، حرياتهم الدينية، حرياتهم في التعبد، حرياتهم في كل شيء، حرياتهم في جو وبيئة نظيفة وخالية من الدعوة إلى الإباحية. بالمختصر المفيد، هذه اللايكات وهذه القراءات وهذه المشاهدات وهذه المشتركين ما راحين يفيدوك يوم القيامة. طابت أوقاتكم.